هنتكلم النهارده تحديدا يا دينا في الحلقه على اجراءات السلامه، سواء كان في المنازل السلامه الصناعيه وغيره، او في اماكن العمل زي المصانع وغيره، لانه الحقيقه لازم نتوقف عند النقطه دي ونعيد التركيز عليها، واحنا خاصه مع استراتيجيه جديده للبناء في مصر. خلينا نقول واحدة من الحاجات اللي احنا يعني برضو من الثقافات الجديدة اللي نتمنى اننا يعني نتبناها الوقت اللي فات، انت كنت تلاقي دايما واحد عنده في العربية عنده طفاية حريق لكن مش شغالة، او عنده طفاية حريق بس عشان لما توقفوا لجنة، تلاقي انه العقار فيه اشتراطات معينة كده بس عشان بتاع الحي لما يجي نعرف نسكته، لكن الحقيقة انه كل قانون محطوط لهدف، كل يعني اجراء او معايير سلامه وجوده محطوطه لهدف. واحد من الاهداف ان احنا ما نشوفش المنظر اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي، انه وان احنا كمان يا دينا ما نشوفش المنظر اللي احنا او نسمع الخبر الايام اللي فاتت طبعا سمعنا عنه، وهو الحريق ايضا اللي نشب الحقيقه في احد مصانع النسيج بمدينه العبور، وادى لوفاه 20 شخص واصابه اكثر من 29، بعضهم ما زال في ايضا حاله خطيره، بنتمنى لهم الشفاء العاجل. ولكن الحوادث دي مره تانية بتطرح التساؤل حوالين الاشتراطات الامنيه واشتراطات السلامه اللي يجب ان يتم توفيرها، سواء في حالتك كمواطن او في سكنك او في عملك في مصنعك في ورشتك او غيره. هيكون معنا الدكتور عمرو درويش عضو لجنه التنميه المحليه بالبرلمان عن تنسيقيه شباب الاحزاب، لان استاذ عمرو كمان اعتقد انه في تحرك برلماني فيما يتعلق باجراءات السلامه وغيرها. اهلا بيك استاذ عمرو، منورنا في التاسعه. اهلا وسهلا بحضرتك، يعني نتشرف بحضراتكم دايما. اهلا بيك استاذ عمرو. معانا كمان استاذ محمد طلعت البهلول خبير السلامه الامنيه بينضم الينا عبر الهاتف. احنا عايزين كده نجري حوار مع حضراتكم ونسالكم مباشره. خلوني ابدا باستاذ عمرو، ايه القوانين الموجوده حاليا، مش بسال عن اللي ممكن تعديله في البرلمان، اللي المفترض انه اصحاب العقارات يكونوا بيطبقوها حمايه للسكان وحمايه للجيران، وكل ايه القوانين التي لم تطبق او تم مخالفتها في عقار فيصل؟ طيب خليني بس اوضح لحضرتك الاول ان طبعا يعني هناك العديد من الضوابط والقوانين اللي بتحكم عمليه البناء في مصر، بدايه من اشتراطات البناء مرورا باجراءات الحمايه المدنيه واجراءات السلامه، ان يبقى في سلم للطوارئ، ان يبقى في منافذ تهويه واسعه، ان يبقى في مناور مناسبه، ان يبقى في طبعا اللي هي طبعا مكافحه الحريق وما الى ذلك. اعتقد ان الاشكاليه الكبيره اللي بتعاني منها العقارات في مصر بشكل عام طبعا غياب مفهوم اجراءات الحمايه المدنيه، وان يعني جرت العاده على ان احنا دايما بنقول ايه، احنا نسيبها على ربنا سبحانه وتعالى ويعني الامور كده وربنا يمشيها وخلاص، لكن بنتغافل بشكل كبير عندما تحدث اي مشكله، بنبدا نكتشف خطا يعني تجاهل اتباع الاجراءات القانونيه واجراءات السلامه والحمايه المدنيه. يعني زي العقار اللي احنا شفناه النهارده، بطبيعه الحال هناك العديد من الاخطاء الجسيمه جدا. ايه هي يا استاذ؟ سواء في اشتراطات البناء، سواء في اشتراطات البناء او اجراءات السلامه، او حتى كمان ان بيتم السماح بانشاء كيانات طبعا غير قانونيه او مخازن او معامل او ما الى ذلك بالمخالفه طبعا الى القانون. يعني كان في نشاط تجاري في اسفل هذا العقار هو السبب غالبا في اندلاع الحريق. ما انا بقول او النشاط التجاري اللي هو طبعا يا اما بيكون من غير ترخيص، يا اما يكون في حاله من يعني التجاوز او التغافل عن اتباع الاجراءات القانونيه في طبعا الاخلاء او يعني اقرار المخالفات. يعني ده اللي احنا بنعاني منه بشكل عام. طب ده احنا محتاجين فيه ايه؟ زي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي، في قوانين تنظم هذه العمليه، في اجراءات رادعه، في ثواب، في عقاب، فيما الى ذلك. فيجب ان احنا هنا نتكلم على حاجتين في منتهى الاهميه، ضروره تطبيق القانون بشكل عادل ومتكافئ ما بين كل الناس، ورفع الوعي الجمعي والمجتمعي نحو يعني مخاطر التغافل عن اتباع اجراءات السلامه والدفاع المدني، سواء في المنشات السكنيه او حتى كمان في المنشات التجاريه والصناعيه. احنا بنشوف يعني حجم، يعني بنسمع اخبار كثيره عن حرايق كثيره في العديد من المنشات الصناعيه، بيرجع في المقام الاول زي ما حضرتك اتفضلت وقلت كده في بدايه حديثك، ان يعني اجراءات وهميه، حياكل شكليه، ما بيعملوش
يعني اجراءات واختبارات عشان يشوفوا سلامه منظومه الحريق او يعني ببساطه الحريق وارد حدوثه، لكن الفكره في انه استمرار وفداحه الحريق بتبقى بسبب انه المنشاه دي ما فيهاش اجراءات سلامه كافيه. مظبوط بالظبط كده، بالظبط كده، او ما بتبقاش خاضعه للرقابه بشكل مستمر. ودي برضو اشكاليه ثانيه يدخل فيها هنا دور طبعا المحليات والجهات والاجهزه المختصه طبعا بمراقبه السلامه واجراءات. طب استاذ عمرو وحضرتك يمكن اشاره لحضرتك يعني النقطه دي، طب احنا قدام قانون جديد للبناء ودلوقتي تم وقف البناء مره اخرى 6 أشهر لان احنا عايزين نرجع بمعايير علميه واشتراطات مهنيه وكمان المحافظه على اجراءات السلامه وغيرها، الى اي مدى يعني في الخطوات القادمه وحضراتكم جوه البرلمان هتركزوا انه ده يصبح واقع جديد في مصر وازاي كمان؟ ده حقيقي في اصرار كبير جدا من مجلس النواب والحكومه ان يكون يعني اشتراطات البناء في المرحله الجايه تراعي البعد الاجتماعي وتراعي الكثافة السكانية وتراعي أيضا أن احنا نشوف شكل حضاري منظم مرتب زي اللي احنا بنشوفه في الدول المتقدمة. عايز أقول لحضرتك أن احنا طبعا عقدت لجنة مشتركة الأسبوع الماضي ما بين طبعا لجنة الإدارة المحلية ولجنة الإسكان في مجلس النواب، وحضرها يعني السادة وزراء التنمية المحلية والإسكان، وكان هناك حديث مطول امتد لأكثر من 6 أو 7 ساعات بنتكلم فيه على ازاي ان يبقى فيه مخرج لاشتراطات البناء يراعي الابعاد اللي انا قلت لحضرتك عليها. جميل، بما فيهم السلامه والامان. اللي جايه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه هيبقى فيه حاله من النشاط الكبير بحيث ان الاشتراطات دي تخرج في اسرع وقت ويكون شيء مناسب سواء على المستوى الاجتماعي او كمان على مستوى حمايه المنشات، وان احنا نشوف شكل حضاري للمصري المنشات والافراد كمان والافراد عشان ما نعانيش زي الخساره الكبيره في مصنع العبور، أكثر من 20 حالة وفاة برضه حاجة تقطع القلب يعني.